بسم الله الرحمن الرحيم. كل النشاط طبعا وقفت وبالتالي التحليل وقف، ولكن الكلام في الكورة عمره هيقف. النهاردة هنتكلم على افضل مهاجم رقم 9 في تاريخ الكرة المصرية، واحد من اكتر المراكز اللي جه فيها لاعبين كتير على تاريخ الدوري المصري. تعالوا النهاردة كده ندردش مع بعض ونقول مين افضل مهاجم رقم 9 جه في تاريخ الكرة المصرية. بنتكلم على المصريين بس، ما بتكلمش على الاجانب، بتكلم على المصريين فقط. وبالتالي طبعا المركز ده واحد من اهم المراكز في الكورة، لان المركز ده اللي بيجيب الهدف اكتر مركز. طبعا بنتكلم من زمان المهاجم الهداف هو اللي كل الفرقة بتشتغل عشان المهاجم في الاخر هو اللي يجيب الجون، وهو اللي الناس دايما بتحبه. ربما ناس كتير هي اللي بتشتغل، هي اللي بتحضر الجون، ولكن في الاخر اللي بياخد السكسيه كله محرز الهدف كان دايما بيبقى رقم 9. عارفين في التسعينات والثمانينات كان رقم 9 ده هو اهم واحد في الفريق، وكان دايما المركز ده كل اللعيبه بتحب انها تلعب مهاجمين. حتى واحنا صغيرين واحنا في الشارع لما كنا نيجي نقسم بعض كده، مين يلعب مهاجم، عايز العب مهاجم، كل الناس بتحب تلعب مهاجم، لان المهاجم في الاخر هو المركز اللي بياخد كل الشهره. طيب على مدار تاريخ الدوري المصري شفنا لعيبه كتيره لعبت في مركز 9 ولكن بمواصفات مختلفه. يعني مركز 9 ده يا جماعه ناس كتيره ممكن تلعبه ولكن بمواصفات مختلفه. في رقم 9 الهيدر، في رقم 9 الفينشر، في رقم 9 السريع، في رقم 9 اللي بينزل بره المنطقه، وحتى مع اختلاف طرق اللعب. وبالتالي ما نيجي نتكلم ونيجي نصنف مهاجم رقم 9، كل لعيب هيبقى له مواصفات. نبدا مثلا بالكاتيجوري بتاعه اللعيبه الهيدرز في تاريخ الدوري المصري لعيبه مصريين. بنتكلم طبعا كابتن جمال عبد الحميد، واحد من افضل مهاجمين الهيدرز اللي شغلوا المركز رقم 9، سواء في بدايته طبعا مع النادي الاهلي قبل ما طبعا يروح بقى لنادي الزمالك ويتالق ويعمل تاريخه الكبير مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. شفنا كل معظم اهداف الكابتن جمال عبد الحميد كان مميز جدا جدا في اهدافه اللي بالراس. اللي يمشي برده على نفس الشاكله كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان كان في النادي الاهلي وقبليه كان في نادي الترسانه، واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ مركز 9 في تاريخ مصر في حته الاهداف اللي بالهد. وطبعا كلنا نفتكر حتى الهدف بتاعه في مرمى الكابتن حسين السيد، جايبه تقريبا من على مشارف منطقه الجزاء بالهد. شوف راحت لغايه فين، لغايه لما دخلت مرمى كابتن حسين السيد. واحد من اشهر مباريات النادي الاهلي ونادي الزمالك، كان ساعتها الاهلي متاخر جدا في الجدول، كان الزمالك هو المتصدر، لكن في المباراه دي كان في رمضان والنادي الاهلي كسب 1-0، والكابتن محمد رمضان واحد من افضل الناس اللي كانوا بيلعبوا بالهيد. طبعا بدون شك نتكلم برضو على الكابتن ايمن منصور. كابتن ايمن منصور واحد برضو من المهاجمين المميزين جدا رقم 9 اللي جم في تاريخ الدوري المصري، وكان برضو بيلعب بالهيد كويس وبيلعب داخل منطقه الجزاء بشكل جيد. وشفنا طبعا نفتكر هدفه الشهير في مرمى شوتينج ستارز، وطبعا هدفه طبعا في مباراه السوبر قدام النادي الاهلي سنه 94 في كاس السوبر الافريقي. بس النقطة هنا معظم التلات أمثلة اللي أنا قلتهم كابتن جمال عبد الحميد، كابتن محمد رمضان، كابتن آيمن منصور، هنلاحظ إن هما حركتهم كانت تقيلة شوية، وبالتالي كان دايماً بيلعبوا داخل منطقة الجزاء، ما كانش ليهم شغل كتير خارج منطقة الجزاء عشان مسألة الارتداد. وكمان نفتكر إن معظم طرق اللعب في الوقت ده كانت بتبقى 3-5-2 أو 4-4-2، وبالتالي دايماً كان المهاجم بيبقى موجود جوه البوكس، وكان دايماً الشغل كله عن طريق الكروسات. نوعية تانية من المهاجمين اللي لعبوا في رقم 9 أو نوعية مختلفة عن اللي احنا قلناهم دول، كابتن حسام حسن، واحد من أعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ الدوري المصري في مركز رقم 9. كابتن حسام حسن بقى من صغره مختلف عن النوعية دي. كابتن حسام حسن زود، كان هيدر مميز جداً على فكرة، كان هيدر مميز جداً جداً جداً، وله هدف هو صغير مع النادي الاهلي في مرمى النادي الاسماعيلي في مباراه النادي الاهلي كان بيلعب النادي الاسماعيلي في افريقيا، والنادي الاهلي تعادل مع النادي الاسماعيلي 1-1 في اسماعيليه. كان ساعتها كابتن حسام حسن لسه صغير، لكن كابتن حسام حسن كان بقى عنده ميزه مختلفه عن التلات امثله اللي انا قلتهم، انه كان كابتن حسام حسن سريع، وهو كان خفيف، عنده سرعه وعنده بيتطرف كتير على الاجنحه عشان يستلم الكره ويهرب من الرقابه. دي واحد من الطرق المختلفه عن مهاجم الصندوق رقم 9 اللي بيلعب جوه منطقه الجزاء. لا، في مهاجم رقم 9 كان دايما بينزل لخارج منطقه الجزاء. كابتن حسام حسن كان بيعملها كتير، وكمان كابتن حسام حسن واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ مصر، كان بيلعب الدبل كيك بشكل مميز. ونفتكر طبعا هدفه في مرمى السعوديه في كاس العرب لما المنتخب المصري كسب البطوله العربيه 3-2 في الفاينل قدام المنتخب السعودي، واحد من اشهر الاهداف كابتن حسام حسن في التاريخ. وعلى شاكلته اشوف يجي برضو الكابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر واحد من
احلى من احلى المهاجمين اللي لازم تكون شفتهم في حياتك، لانه بتتكلم على ستايل غريب شويه. كابتن علي ماهر كان في مميزات المهاجم رقم 9 وفي مميزات كمان الجناح، وبالتالي كان هو طويل بيرقص سريع بيشوف بره منطقه الجزاء، كان بيعمل كل حاجه. بس للاسف كابتن علي ماهر طبعا اصابته الشهيره في مباراه الاهلي والقناه وحارس المرمى ساعتها كان سيدي بيه اكيد خليته يبتعد كتير جدا جدا عن مستواه. واعتقد علي ماهر ساعتها كان يعني المستقبل كان معاه بصراحه بينطلق بسرعه الصاروخ لما انضم للنادي الاهلي، اعتقد في موسم 97-98 كان جاي من الهلال السعودي، وبالتالي كان ساعتها اعتقد علي ماهر كان يعني مرشح ان هو يعمل تاريخ كبير قوي 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 اكتر من اللي هو عامله بصراحه، لكن الاصابه دي جت وقفت. برضه في جيل التسعينات اسم مهم جدا لازم نقوله هو اسم الكابتن محمد صلاح ابو جريشه، واحد من احلى من احلى المهاجمين اللي شغلوا مركز رقم 9 في النادي الاسماعيلي في التسعينات. والكابتن محمد صلاح ابو جريشه كان اكتر حاجه بتميزه ربما عن بقيه المهاجمين في عصره هي مهارته. الكابتن محمد صلاح ابو جريشه كان مهاري جدا، كان حريف قوي، كان واحد من اللعيبه اللي حتى ممكن تلعبها في مركز 10، بس هو كان فينيشر بشكل مميز، فكان بيخلي اي مدير فني يلعبه في مركز 9. كان الكابتن محمد صلاح ابو جريشه مميز في مساله المهارة الفردية والترقيص، بخلاف طبعا التصويب كان مسدد للتسديدات من خلال منطقة الجزاء بشكل مميز جدا، تسديداته كانت قوية قوي وياما احرز منها اهداف كتيرة سواء في مرمى النادي الاهلي او مرمى نادي الزمالك، وطبعا كان احد افراد المنتخب الوطني لسنوات كتيرة في بداية التسعينات مع الكابتن طه اسماعيل. وبعد كده ابدا اشوف طبعا كابتن عبد الحليم علي. كابتن حليم علي مع نادي الزمالك واحد من احلى من احلى المهاجمين اللي لعبوا في مركز رقم 9، وبرده نفس الكاتيجوري بتاع الكابتن علي ماهر، بنتكلم مهاجم الطويل اللي بيقدر يخرج بره منطقه كتير، ممكن تلعبه على الجناح، سريع تستغل سرعته في حاجات كتيره، وبالتالي هو هنا صنف مختلف. اسم برضو مهم جدا لازم نتكلم عليه كويس في الالفينيات، كابتن عمرو زكي. عمرو زكي واحد من اقوى من اقوى اللعيبه اللي شغلوا مركز 9. بقول اقوى ليه؟ عمرو زكي كان بيعتمد على القوه البدنيه، لعيب قوي جدا، تدخلات ثنائيه بيكسبها، هو لازم اكيد هيبقى هو المكسب ليه على المنافس. الكرات العاليه كان بياخدها، نفتكر طبعا هدفه في مرمى النادي الاهلي فاينل كاس في 2007، الكوره اللي قدر ان هو ينط قبل امير عبد الحميد ومع شادي محمد اعتقد كان معاه في الهوا، وقدر انه يخطف الكوره بقوه جدا جدا ويحرز الهدف. واحد من احلى اهداف كابتن عمرو زكي مع نادي الزمالك، بيعتمد على قوة طبعا، ما ننساش فترته مع ويجن الانجليزي ولما عمل الجون الدبل كيك في مرمى ليفربول في انفيلد، واحد كتير من احلى 10 اهداف في تاريخ البريمير ليج من حوالي 3 سنين، مش عارف بقى ابديته الليسته ولا لا، بس كان برضو واحد من اعظم الاهداف اللي تم احرازها في الدوري الانجليزي. وعمرو زكي واحد من افضل من افضل الاسماء اللي لعبت في مركز 9، ولكن في كاتيجوري القوة، في كاتيجوري الاعتماد على القوة البدنية اكتر ما بنعتمد على المهارة. بعتمد انا برقصي، ما بروحش على اطراف كتير، لا انا قوتي كلها ان انا ازاي النهاردة ابقى في عمق الملعب. وطبعا برضو اكيد لازم افتكر الهدف بتاعه في مرمى كوت ديفوار في كاس افريقيا 2008، لما قعد يرقص كروتوري وكان كروتوري مش عارف يخش عليه، وحب راح شايط الكورة في الزاويه البعيده، واحد من احلى برضه اهداف عمرو زكي. واوصل طبعا لي بقى كاتيجوري برضه ممكن نحطه مع الكابتن حسام حسن، كابتن احمد بلال في بدايه الالفينيات، واحد من احلى من احلى المهاجمين اللي جم في تاريخ النادي. في حته ايه بقى؟ في حته ازاي فعلا يلعب بره منطقه الجزاء ويكسر الاوفسايد جيم للمنافسين. كابتن احمد بلال كان بيعمل الحته دي بشكل كويس جدا، كان بيتحرك داخل منطقه الجزاء بشكل رائع جدا، كان برده من اللعيبه اللي بتروح على الطرف، بس مش زي الكابتن علي ماهر وزي الكابتن عبد الحليم علي. الكابتن احمد بلال كان واحد من احلى من احلى المهاجمين اللي لعبوا رقم 9، ووصل لغايه طبعا الكابتن عماد متعب اللي هو في وجهه نظري اللي عمل بقى الحته بتاعه جوه منطقه الجزاء وخارج منطقه الجزاء بالشكل الامثل، ده في وجهه نظري الشخصيه. كابتن عماد متعب واحد من احلى افضل الناس بقى اللي قدروا يجمعوا بكل المواصفات دي. عماد متعب مع النادي الاهلي ومع مانويل جوزيه كان ساعات بيلعب على الطرف بيتجنح، كان ساعات بينزل بره منطقه الجزاء يشوف بره منطقه الجزاء كتير داخل منطقه الجزاء، بتتكلم على واحد على مهاجم مرعب بكل ما تعنيه الكلمه. حتى في الفتره اللي الكابتن عماد متعب يعني جات له شويه سوء حظ في مساله التهديف،
مع الكابتن حسن شحاته نفتكر في 2008 في بطوله كاس الامم، لكن نشوف دوره المهم جدا جدا في فتح المساحات لزمايله واللعب بتاع خارج منطقه الجزاء. وعشان كده دايما انا بشوف في وجهه نظري الشخصيه متعب هو افضل واحد شفته لعب في مركز 9 بالنسبه لي انا، دي وجهه نظري. متعب ضم خد من كل مميزات النجوم اللي قبليه، خد من كل واحد حته بسيطه، وشفنا متعب في افضل حالاته مع النادي الاهلي ومع فتره مانويل جوزيه وبرده مع المنتخب المصري، قدر ان هو يحصد يعني كميه القاب كبيره جدا 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 بفضل المستوى اللي هو كان واصل له. اعتقد لغايه بنتكلم لغايه قبل حتى توقف الدوري في الثوره وبعد الثوره، لكن قبليها بنتكلم من 2005 2010، عماد متعب قدم 5 سنين رائعه مع النادي الاهلي و منتخب مصر. وجهه نظري الشخصيه عماد متعب هو الافضل بالنسبه لي للشكل بتاع مهاجم رقم 9، باختلاف طبعا التوظيف بتاعه. زي ما كنت بتكلم في مهاجمين بيبقوا بطاء فانت بتضطر تلعبهم داخل المنطقه بس، وفي مهاجمين لحد ما عندهم شويه سرعه، عندهم قوه بدنيه تقدر تعتمد عليهم كمحطه لعب خارج منطقه الجزاء. في مهاجمين سرعه يقدروا يتحولوا من خارج المنطقه لداخل المنطقه. كل دول كلهم عظماء وكلهم متعونا في على مدار السنين احنا شفنا فيها كوره، بتكلم طبعا على جيل الثمانينات، وكل واحد اكيد بيبقى عنده الايكون بتاعه او عنده المهاجم اللي بيحبه او اللي شايفه الاعظم. انا في وجهه نظري عماد متعب هو افضل مهاجم رقم 9 شفته في حياتي. انتوا كمان تقدروا تقولوا لنا ارائكم وتقولوا لنا مين اللي بتحبوه او اكتر واحد حبيتوه في مركز رقم 9 في تاريخ الكره المصريه في الكومنتات. شكرا جزيلا كريم سعيد.